إخوان الجزائريين، هل معكم أبو الطاسة يخاطبكم اليوم وتوجه الخطاب لإخواننا الفلسطينيين تضامن معكم ومع القضية الفلسطينية. المغرب ما هو خائن، من خانكم هما الجنتة، الجنتة الجزائرية، الضباط الجزائريين الصهيونيين، الصهاينة في الجيش الجزائري. مع احترامي إلى أشقائنا الجزائريين ولاد البلاد الله عمرها دار، ولكن لباع فلسطين، قضية فلسطين، هما الصهاينة تاع الجيش الجزائري، هم الذين يزودون الصهاينة اليهود بالغاز والأموال، تبقى في إسرائيل ولا في فرنسا أو أمريكا. هادو إخواني الفلسطينيين، من خانكم هم الجزائر، ماشي الشعب الجزائري، الضباط الجزائريين كما خانوا المغاربة. ولكن نحن المغاربة موالفين بالخيانة، لأن من خان المغرب اليوم ولا البارح خانه حزب العدالة والتنمية، حزب العدالة والتنمية، الحزب الإسلامي الداعشي الذي أمضى اتفاقية مع إسرائيل. هذا يقول الناس القضية الفلسطينية، وفي الأخير بدلوا الكاسيتا. هذو هم الخوان اللي خانوا. أما نحن المغاربة أو ذاك السلطان محمد الثالث، هذاك السلطان، هذوك اليهود أبناء عمنا وسكان المغرب، هذوك مغاربة، هذوك مغاربة مغاربة. علاش هما جاو عندنا وبغينا ما جاو عندنا؟ لأن قبل ما كانوش المغاربة اليهود في الحكومات السابقة تاع إسرائيل، واليوم الحمد لله أصبح اليهود يتحكمون في السياسات الخارجية، فلهذا رجعوا لبلادهم. احنا ما خدنا واحد، هذوك اليهود اختاروا باش يجيو عندنا، يرجعوا للبلاد ديالهم، يرجعوا للعلاقات، رغم العلاقات كانت دائمة، ولكن باش تولي دابا عين بين في وجوه الصهاينة الجيش الجزائري، الجيش الصهيوني الجزائري. فلهذا ما هربنا لكم من العيب إخواننا الفلسطينيين. القضية احنا معكم، الشعب المغربي ماشي الحكومة، الحكومة هي من خانتكم في هذا الوقت، لأنهم كانوا يكذبون علينا ويقولون فلسطين فلسطين وفلسطين، واليوم أصبحوا يمضون الاتفاقيات بدون استشارة معنا الشعب. لكن نحن نرحب بأبناء عمنا، المغرب بلدهم ولا بلدهم، الألمانية والسلطان محمد الثالث الملك ديالهم. أيوة، وانتم هذا الجيش الصهيوني الجزائري والأئمة الأئمة ديال تيليكوموند، لاش ما تنوضوش وتجيبوا الجزائريين اليهود من مرسي ومن فرنسا ولا من إسبانيا؟ علاش ما تفتحوش لهم الباب وقول لهم رجعوا إلى بلدكم، إلى بلدكم الجزائر؟ لماذا لم تفعلونا؟ لماذا؟ لأنكم الصهيونيين كما عاملتوا اليهود المغاربة في 48، الصهاينة من الشرق الأوروبي سكنوهم في المنازل، واليهود المغاربة سجنوهم في القياطين. باش عفا هادو عنصريين، هادو عنصريين، هادو اليهود اللي جايين من أوروبا،
أما اليهود اللي جايين من المغرب ولا من الجزائر ولا من ليبيا ولا من ما مشكل، ولكن الحمد لله الحمد لله المغاربة ابن عمنا أصبحوا في مجلس القرار يقررون، ماشي القرار ديال جدو، هذا القرار ديال اليهود باش يرجعوا ياخذوا الأملاك ديالهم في بلادنا، أملاك اللي استولوا عليها المافيا العقار. وانتم الجزائريين أشقاء إخواننا وأحبابنا الجزائريين، هذه الوقت هذا تقولوا مرحبا ودعيوا اليهود يرجعوا إلى الجزائر، لأن هذاك الجيش الصهيوني، الجيش الصهيوني ماشي الجيش هذا، لا هذوك الضباط هذوك اللي في القيادة العسكرية، هذو اللي زوفيسي ولا اللي جنرو، هذو كلهم صهاينة. ولا بغيتو تعرفوا سيروا الويكيليك وتشوفوا الأملاك ديالهم، الأملاك والملايير في حسابهم البنكي. خوت الجزائر مرحبا بكم في بلدكم المغرب، احنا ما عندنا معاكم لا مشكل لا والو، لان فلوسكم صرفوها على جماعه المرتزقه، هذا المرتزقه اللي اصبحوا بمليونيرز، هادو الصحراويين الاملاك في لاكوستا ديال سول ولا كوستا برافا وفي ليزيل كناري وفي ليزيل ايبيريك، هادو الفلسطينيين وهادو العاهرات المناضلات كذلك. وشوفوا يخلوا المناضلين بين قوسين ضربهم البرد في واشنطن، فينا هي هذه الصحراء ولا هذا؟ الله العظيم إذا تضحكونني. فلهذا هذا النداء خاص بالجزائريين الأشقاء، ما تقوش بالأئمة ديالكم، تحنا كذلك ما عندنا، ما تنتقوش بالأئمة ديالنا، لأن الأئمة ديالنا كلهم فاسدين ومنافقين. وشفت اليوم النفاق هذا اللي داروا هادو هاد الحكومة والأحزاب المؤيدة، الفاسدة، هادو كلهم تاهما تابعين الماسونيك الصهيوني، هادو أقولها وأعيدها وأتحمل مسؤوليتها. إخواني الفلسطينيين، احنا الشعب المغربي معكم السلطان المغربي هذاك محمد السادس هو المسؤول على القضية الفلسطينية، وما احنا ما تنخبوش من أصدقاء، ماشي بحال هادو الجزائر اللي تخبو بعباد الله. شاركوا في تفريق ليبيا وشاركوا في المعمعة في مالي وفي تشاد، والآن بغي يديروا لنا في المغرب ساعة المغرب القوالب، احنا هم اليوم. فلهذا انتم داكشي علاش هادو جاو هذا السلم وهذا الخط ديال الطيران، لان المسؤول اصحاب القرارات يهود مغاربة، وتعرفوا القوالب باش هنا ورجعوا للسلم الا معكم مع الصهاينة، لان هادو الصهاينة يتعاملون مع الصهاينة، الجيش العسكري الصهيوني الجزائري الصهيوني يتعامل مع الصهاينة الاسرائيليين، لا يتعامل مع اليهود، ما يتعامل مع اليهود المغرب، يتعامل مع الصهاينة. هادو المرتزقة اللي جاو من بولونيا ومن بولن وتشيكوسلوفاكيا وروسيا، جاو ميتين بالجوع وما تعرفوا غير الحرب داكشي، الحرب بقات طويلة لأنهم تعرفوا الحرب. ولكن الحمد لله من جاو الناس المغاربة اليهود تعرفوا السلم، تعرفوا ما حق السلم، وخذوا قرار شجاع. والحمد لله اليوم نهار كبير اليوم، الجزائريين مرحبا بكم في البحر الأطلسي، وإحنا مرحبا بنا في البحر الأحمر في دولة إسرائيل. المغاربة اليوم غادي يمشوا عطلة إلى الجزائر، مش الجزائر، إلى إسرائيل، ومن ثم يدخلوا لفلسطين، إلى خلاهم يدخلوا ما عليناش. فلهذا الحمد لله جاب لنا الله في غير اللي ندوز الكونجي، مش ندوز تما الكونجي في حيفا ولا في ذاك الشط العقبة ولا يقولوا لها زين، وتل أفيف. والجزائريين تاهما يدخلوا يقدروا يسافروا لإسرائيل، يدخلوا المغرب من إسبانيا ولا من فرنسا، ويشدوا الطائرة من المغرب ديريكت تل أفيف. اليوم غنودعكم، وإحنا دوزنا البلاغ،
البلاغ، لان الدعايات تنسمعوا من هادو المشعوذين، واش نقول لهم نتوما. الحمد لله، اليوم تنشوفوا ابن عمنا يخطب خطابه بالدارجه، وكوشنا له مترجم يترجم الدارجه، لان الدارجه هي لغتنا. وانتم كذلك الجزائريين الهجيه تتهما تتكلموا الدارجه بحالنا، ولكن الصهاينه ديال العسكر ديالكم هم اللي داخلين عليكم. كما قال لي واحد حسن الارقام، 500,000,000,000 دولار اللي صرفوها على المرتزقه والمستشفيات ديالكم. عامرين سرق الزيت ووزير الصحه يكذب على الشعب الجزائري، يقول لهم بان المستشفيات احسن من ديال نيويورك واحسن من ديال باريس. هذا كذاب، وفي الاخر وحال في الاسانسور عاد خرجوه بمشقه. وعندهم والمستشفيات، عباد الله، المستشفيات هادو الاطفال اللي تزادوا ثلاثه في الانكبيت، هذاك الصندوق تاع الجاج هذيك خاشين فيها ثلاثه ديال الدراري، ثلاثه هي مخسر واحد ودوجين فيها ثلاثه. هذا في اسرائيل. شعبي، ها الشعب الجزائري يا اخواني يا اشقائي يا اصدقائي، شوفوا المنكر اللي واقع عندكم في البلاد. ما تقولش لي انتم بحال، لا احنا ماشي سوق، احنا مولفين بداكشي. انتم اللي عندكم المظاهر. 500,000,000,000 دولار عباد الله، هذيك دير لكم ترجع لكم انتم فوتو. اسمع لي الامارات، ولكن تصرفوها على بعضياتهم. والفلوس ديال الغاز فقط، هذاك البايب لاين اللي كاين من الجزائر الى اسرائيل، فينا هما فلوسه؟ تيبقاو في اسرائيل ولا تيخرجوا؟ لان ما يقدروش يبيضوا الاموال في فرنسا. في اسرائيل تقول لهم خليهم بيناتهم، ماشي سوقنا، داكشي علاش يمشيو يصيفطوا لبلادك ويخليو الفلوس تما. ويجيو الشعب والمواطن الجزائري تيموت في وسط البحر غارق باغي يحرق. ايوا، فلهذا خليني نمشي بحالتي وودعكم، وتنتسنى دوك اللي يقولوا جيشونا. اش من جيشكم؟ ما كاين لا جيش لا والو، حاقرين عليكم، ما دايرين لكم الديكتاتوريه اكثر من حنايا. حنا عندنا هذا العداله والتنميه. هذا الحزب الاسلامي الارهابي العنيف الداعشي، ها هو هذا ديالنا اكثر من لكم نتوما من الجزائر. هذا عندنا حنا، ما كما يقول المثال المغربي، في كل زبيبه عود. وكل فكره، وكل واحد فكره، ما شغل، كل زبيبه في كرها عود. هذا مثال يقول انه اجدادنا. هذا ما يعرفوش هذو المغاربه ديال اليوم اللي يتكلموا ليا ديك اللغه ديال العداله والتنميه. النمو، اش من نمو ممكن؟ ما النمو بقينا النمو زقنا نائمين. فلهذا اودعكم واتمنى ادوزنا الميساج الى اخواننا الفلسطينيين، والقضية الفلسطينية معكم إلى الأبد، نكافح معكم. ولكن اللي خانكم هم الجزائر، ماشي الجزائر الشعب، الجزائر الضباط الجزائريين الصهيونيين هم من خانوا القضية الفلسطينية. عاشت فلسطين، عاش. كان معكم أبو الطاسة، وما أدراك ما الطاسة. سوف أوجه لكم خطابا إن شاء الله في عما قريب. فلهذا لا أنتي، أنا أختم خطابي، والله يعونكم. وما تنساوش العدو الوحيد هما هادو المسؤولين اللي في المغرب، وهادو الضباط الجزائريين، هادو اللي خانوا الشعب الجزائري والشعب المغربي. ان شاء الله نقضيو عليهم واحد النهار لو فادا تلقاو على خير. كان معكم مكان ابو الطاسه.